مساء الخير، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج نقطة تقاطع. في الخامس من أيار العام 2006 أقر مجلس الشعب الخطة الخمسية العاشرة التي اعتمدت التخطيط التأشيري كقاعدة لها، وألزم القانون رقم 25 لعام 2006 السلطة التنفيذية وخاصة هيئة تخطيط الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ. فماذا عن التخطيط التأشيري الذي اعتمدته الخطة الخمسية العاشرة كقاعدة لها؟ وكيف سيساعد هذا التخطيط في دعم الاقتصاد السوري؟ كيف نضمن التطبيق الأمثل للخطة الخمسية عند استخدام التخطيط التأشيري؟ وما هي مساهمة مشروع تحديث المؤسسات والقطاع ISMF في تبني التخطيط التأشيري؟ مجموعة من الأسئلة نناقشها مع ضيف حلقة اليوم، الخبير الاقتصادي في مشروع تحديث المؤسسات والقطاع دكتور قسطنطين زمان، ولكن بعد الفاصل. دكتور قسطنطين، برحب فيك ضيفنا بحلقة اليوم من برنامج نقطة تقاطع. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير. Good evening. مساء الخير. خلينا بالبداية نعرف بالتخطيط التأشيري وكيف بيختلف أسلوب التخطيط التأشيري عن أسلوب التخطيط السابق. The former system of planning was based on قديم للتخطيط مبني على أهداف كمية بشكل عام، وهي مثبتة من خلال وثائق ويفترض بأن تلبى من قبل مؤسسات الدولة. أما التخطيط التأشيري بالتعريف، التأشيري معني المؤشرات، وهو يؤشر إلى الاتجاهات التي يجب أن يتحرك باتجاهها الاقتصاد، والذي يملي بأن كل التشخيصات وتوقعات مستقبلية للاقتصاد وهذه الآفاق من الأفكار تبنى على معرفة ما هي إمكانيات الاقتصاد. هل الاقتصاد قابل على تلبية الأهداف التي صممت من قبل الحكومة أو البرلمان مجلس الشعب؟ العنصر الآخر للتخطيط التأشيري هو أن كل السياسات تستقر في هذا التخطيط من خلال تقييم تأثير هذه الأهداف وانعكاساتها على المجتمع وعلى السكان بشكل عام. ومن ثم لدينا نوع من تحليل التكلفة، ما هي التكاليف، ما هي النتائج، وما هي الكلفة الاجتماعية وليس فقط المادية، وما هو مردودها الاجتماعي. وفي الأخير وليس آخرا، التخطيط التأشيري هو التنمية المتناغمة، وليس فقط التنمية بهدف التنمية، وإنما التطور على مستوى إقليمي وأيضا قطاعاتي لمساعدة القطاعات والأقاليم لأن تنمو بشكل متناغم. إذن كيف سيساعد التخطيط التأشيري في دعم الاقتصاد السوري؟ هناك العديد من الفوائد للتخطيط التأشيري، ولكن أهمها هو أن هذا الأسلوب يساعد في تحديد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد. فعلى الصعيد المحلي تعرف الحكومة ما هي الأكثر أهمية من بين النشاطات، وفي نفس الوقت بالمقارنة مع باقي دول العالم يستطيع التخطيط التأشيري أن يحدد ما هي الإمكانيات المميزة للبلد مقارنة مع دول أخرى، بحيث أنه يمكن أن نحدد كيف ينسجم الاقتصاد السوري مع محيطه من الاقتصادات الأخرى ويصبح قادر على التنافس. أيضا التخطيط التأشيري هو وسيلة من خلالها نستطيع أن نحدد ضمن الاقتصاد المحلي ما هي النشاطات التي تقدم قيمة أكثر للاقتصاد، إنتاجية أكبر ومردود أكثر، وهذه النشاطات التي ما هي النشاطات التي تزيد من الفائدة للمجتمع والسكان، ولأنه يخفض من انعدام المساواة ضمن المجتمع. وبالإضافة إلى النقطة الأخيرة والأهم، وهي أنه هنالك استخدام أفضل للموارد من خلال هذا التخطيط، ليس فقط البشرية وإنما التكنولوجية أيضا. سوف يعني نتكلم عن تحسين بنية الاستثمار في سوريا ودور الخطة الخمسية في ذلك، ولكن منتابع مع بعض التحقيق التالي.
قد يكون من أهم ما تشمله المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة تجاه المجتمع في إطار اقتصاد السوق الاجتماعي هو مساعدة شركات القطاع الخاص على تطوير نفسها داخليا وتشجيعها لتصبح مبادرة مبتكرة قادرة على لعب دورها المحوري في الاقتصاد الوطني ومعولا عليها في زيادة العملية الإنتاجية كخطوة أولى. هي هو يعني مؤخرا في مجموعة من القوانين اللي طلعت اللي كان لها تأثيرات إيجابية، يعني إذا الواحد بينظر للوضع والقوانين حاليا وإذا بينظر 3 أو 5 سنوات لورا بلاقي إنه في مجموعة من الأمور الإيجابية اللي صارت، منها المصارف الخاصة، منها التخفيضات النسب الضريبية الحقيقة، بس في لسه مجموعة من الأمور اللي لازم الدولة تعالجها لحتى تحقق نسب النمو وحتى تحقق أهدافها بالخطة الخمسية، ونحن نسعى دائما بأي مناسبة إنه نطرح هذه الأمور أو على الأقل وجهة نظرنا من هذه الأمور. ف يعني نحن دائما نسعى لطرح المشاكل اللي ممكن تعيق تحقيق الخطة الخمسية للدولة. عندي تطوير كتير كبير لمصنعي، لقيت إنه أفضل لي إذا أنا بعمل استثماري برات سوريا، رحت عمل ببني مصنعين برات سوريا أنا بدولة عربية تانية، الأرض بيعطوك إياها مجانا، الكهرباء لأني أنا صناعي بدفع أكثر من غيري بكثير هون ببلدي، برا كوني صناعي بدفع شيء زهيد. يعني حتى الدولة اللي أنا رحت استثمر فيها أحد أشخاص هالدولة يعني جنسيته من نفس جنسية الدولة اللي رحت أنا استثمر فيها عربية، قال لي يا ريت أنا روح أخذ جنسية سورية وأجي لهون عشان أكون مستثمر، لأن ما بيعاملوا المستثمرين معاملة كتير خاصة، في إعفاءات كبيرة، مسافات كبيرة من الضرائب، في عندك لما شو بدك بتفوتي آلات بدون أي جمرك بدون أي رسوم. أنا عندي لو قالوا لي بتفوت، أنا كصناعي دفعت ضرائب على آلاتي يعني أكثر من أي إنسان تاني، آلاتي بحسهم محطوطين عندي بس بسجن. ليه؟ لأنه أنا ما بحسن حرك آلتي لأخذ موافقة. طب ليش؟ ما أنا دافع حق آلتي، ما حدا له عندي شيء، بركي أنا بدي غيرها طورها بدي كبها بدي بيعها بدي، ما بحسن، بحس حالي مقيد. ليش؟ فهل يعد هذا التزام إزاء خطة الدولة أم طرح للأوراق على طاولة النقاش بهدف الحصول على آليات صحيحة تشكل كتحصيلا حاصل تشجيعا للقطاع الخاص وليس إلزاما أو إعازا أو حتى اهتماما بالخطة لأهداف نفعية شخصية فقط؟ هلا كمان بعام 2006 الحقيقة صدرت مراسيم كثيرة تعرضت فيها الرسوم الجمركية لتخفيض هائل، وخصوصا ما جرى هذا العام حيث أصبحت الرسوم الجمركية على المدخلات الصناعية في معظمها 1%. سابقا نحن كان عندنا أعلى رسم بحدود 255%، حاليا عم نحكي نحن عن أعلى رسم 60%. فتعرضت الرسوم الجمركية إلى تكسير هائل وانخفاض هائل في خلال هذه الفترة السابقة. فالخطة الخمسية عم تغطي خطوات، ولو نتمنى أن تكون متطورة وتوسع أكثر من ما نحن نطمح فيها، ولكن القطاع الخاص طبعا يلمسها في بعض الأمور اللي هي الأمور إن كانت الرسوم الجمركية حول المواد الأولية للمنتج أو تخفيض الضرائب والشرائح الضريبية للمنتجين والمصنعين وأصحاب العمل. فهذا بالنسبة للخطة وتوجيهات الحكومة باتجاه جديد حول الخطة اللي هي عم تمشي فيها، طبعا لمسناها بشكل مقبول بالنسبة للتخفيض الرسوم حكينا والتخفيض الشرائح الضريبية، وحاليا تدرس بشكل أكبر لسه. فالخطة الخمسية الراهنة تصب جام اهتمامها على تحسين بيئة الأعمال وشروطها الإدارية كأداة علمية بمفهوم تأشيري مختلف يهدف إلى تسريع حالة الاقتصاد السوري، فما بوادر ذلك وما حقيقته بعيدا عن الأرقام التجميلية التي لا وجود لها في الجدوى الاقتصادية لشركات القطاع الخاص، حيث لا أسبقية للكلمة على الفعل ولا شاعرية في تقارير الأداء. دكتور زمان، يعني من خلال الشيء اللي سمعناه انه مع صدور مجموعه من المراسيم والقوانين
بس لسه في صعوبة وما في تسهيلات مقدمة للصناعيين لحتى يستثمروا في سوريا. يعني هن مثل ما لاحظنا أنه من أبناء البلد وما زالك عندهم صعوبات بالاستثمار داخل سوريا. شو رأيك بالشيء اللي سمعناه وشو دور الخطة الخمسية العاشرة بهذا الموضوع؟ بداية أريد أن أقول أن القطاع الخاص أساسي وضروري جدا للتطوير في المستقبل، لأنه هو ببساطة الملكية الخاصة تعني إدارة أفضل وإدارة أفضل للنشاطات بشكل عام ولخصوصية الممتلكات بحد ذاتها. إذا كان هذا القلم ملكيتي سأهتم به أكثر من أي شخص آخر. في هذا الريبورتاج القصير وجدنا نقطتين على درجة عالية من الأهمية. أحدهما هي القطاع المصرفي الخاص. كما تعلمين القطاع المصرفي هو قلب الاقتصاد، بمعنى أن النقد هو الدم والمصرف هو القلب الذي يضخ المال في شرايين الاقتصاد. فإذا كان القطاع المصرفي يعمل بشكل جيد فإن الاقتصاد سيكون بخير حال. لحسن الحظ أن التعديلات الجديدة في القانون تسمح بالقطاع المصرفي الخاص بالعمل في سوريا هو خطوة ممتازة وقرار ذكي من قبل الحكومة، لأنه سيساعد الاقتصاد على أن يتطور بنفسه. التعليق الآخر هو أن المستثمر السوري ذكر هذا الأمر وقد قال بأنه إذا وقال بأنه لو كان الشخص العربي في الدولة التي يستثمر بها يمتلك جنسية سورية كان سعيدا جدا، لأنه سيكون أجنبيا في تلك الأرض وكان سيستثمر بفرص أفضل. هذه النقطة الأساسية، على اعتبار أنه أجنبي فسوف يكون له ميزات خاصة، كهرباء أرخص، أرض مجانية، ميزات عديدة فقط لكونه أجنبي. دائما الدول النامية تحاول أن تجذب المستثمر الأجنبي من خلال تقديم التسهيلات التي حصل عليها كشخص أجنبي في تلك البلد العربية. ولكن النقطة الأساسية وفي هذه النقطة حالة تحديدا القطاع الخاص أو من أجل القطاع الخاص التكلفة والمال ورأس المال هو الأمر الأكثر أهمية. ليس فقط موضوع كهرباء أرخص وإنما أيضا الضمانة التأكد. المستثمر السوري الذي ينظر على مدى قصير وليس على المدى البعيد أو على المردود البعيد المدى، بمعنى أن هؤلاء الذين ينظرون على مدى قصير يحاولون أن يصغروا الكلفة بقدر الإمكان ويحصلوا على الفائدة أكبر. ولذلك فإن التخطيط التأشيري الذي بدأ في 2006 هو ما ليس فقط للحكومة وإنما أيضا القطاع الخاص، وبالتالي القطاع الخاص ليس على دراية كافية بما هو التخطيط التأشيري وليس واثقا هل سيعمل أم لا. هو يهمه فقط التكلفة المنخفضة والفائدة الكبيرة والسريعة وهذا حقه. فهم الآن ينتظرون ليروا ما هو مردود التخطيط التأشيري، ما الذي سيغيره، وبالتالي إذا رأوا الاختلاف أنهم سوف يعود أمثال هذا المستثمر السوري المستثمر في بلد عربي سيعود ويستثمر في بلده، خاصة إذا شعر بأن الحكومة أصبحت معتمدة أكثر ومتفهمة أكثر لفكرة التخطيط التأشيري. طيب الآن يعني ما هي المستلزمات التي تضمن التطبيق الأمثل للخطة الخمسية عند استخدام التخطيط التأشيري؟ Indicative planning. أعتقد بأنه بداية التخطيط التأشيري يحتاج إلى تقييم جيد لقدرات الاقتصاد. ما هي إمكانيات هذا الاقتصاد؟